Amado. ما ادري كيف مشيت بس يلا. اي هذا هو اللاعب يا شيخ، اقسم بالله كذا يلعبون والله. شاشتي حمراء، شاشتي حمراء. طب تبي نلعب كرايسس؟ تطلع غريب ومشهوره شوي. لا فيفا ما ينظرون معاه الا بشرط واحد، تكتب فيفا 2012. Let me tell you a story about يعني تدخل يبحث عن فيفا 2012 تلقى هالسترايك. لقى الفيفا 2011 يذكر التسجيل، عرفت؟ انت حالك تحط موضوع يا حمار دايما من كل مكان، عرفت؟ مو تقدر تحط الموضوع ما ادري شلون جاي. حلو انستكيل، حلو. شوف خلاص اسمعني، ها؟ تعرف من وشو؟ ترى يا بس الخوي يا دكتور شار. هلا. الحين شلون يا ابغى مثلا شلون اسوي؟ شلون تقول يا من تنزل الكومنتري حقك؟ كيف؟ شلون؟ خوي ما عجبته الفكره، شلون بس؟ ما فهمت عليك. قلت بيوم من نسوي الكومنتري مشترك، قلت دخلت على السكايب وسجلت صوت وزي كذا. ايه دخلت السكايب وسجلت. وشلون طيب سجلت؟ في برنامج اسجل به. ارفع بالله الصوت، ارفع صوت شوي. اقول لك في برنامج خاص بالتسجيل حق السكايبي. طيب تقدر ترسل لي البرنامج اللي خلصناه؟ اي اذا خلصنا ما في مشكله ارسله لك. اوكي. ارسل لي على السكايب. اوكي ما في مشكله. برسل لك اياه طبعا. الرابط هو ولا يا اي رابط الله ارسله لك. بعدين شو تسوي فيه بالرابط؟ خلاص في بالموقع الرسمي مجاني طبعا البرنامج. ما يحتاج كراك. تحمله ولما تثبته السكايب نفسه راح يقول لك انه في تفتح السكايب راح يقول لك هو انه في اخ لحظه بس راح يقول لك انه في برنامج يبغي يسجل. تحط لي يس او هذا الكلام السكايب اللي يقول لك صح؟ ايه هذا السكايب. The doctor says عادي يفتح وكل اللي عليك بعدين في البرنامج في نفس هذه تسجيل وحب للتسجيل وحب سهل يعني. سهل البرنامج يا مشاري. خلاص انا برسل لك اياه الرابط. حلو انت حمله وانا ضبط وضعك. اوكي. I need to find more of my little friend. انت نزل والله في طيب بداية لا مثلا من واحد لمن خمسة. ما في ماكسيمو يا شباب. والله انتظرها من زمان. هي من واحد لمن خمسة اللي هي I have no ammunition. شو يسمونها هذي يا شيخ؟ الزومبي يا شاب. اوه. انت تسمعني الزومبي والله خايس اقسم بالله. طب عندك تطلع عن لمبو، لمبو خطير. لمبو اقسم بالله والله العظيم اكذب عليك. ما عليك ينظرون. وش عندك العاب انت؟ وش عندك؟ نبغى زعل. وش هو؟ حلوة فراس. اخ. والله حلوة. نزل 10 دقايق. عرفت؟ اخيرا خلص الراوند. اكذب عليك انا كبرك يا ولد يا ولد. افا سحبت عليه من العيون.
I need to hurry up and shoot this. إيجل إيجل تبي تشتري الأسلحة؟ ها؟ تبي تشتري الأسلحة عشان تجيب التروفي؟ ما يمدينا. إلا أنت كم شاري سلاح؟ أنا شاري سلاحين. سلاح واحد. يلا نقتل يا شباب. لا لا لا. يلا يلا عشقوا حاول انكم تعشقون. لحظة شي بس. نبي شيء يا شيخ. ما معي اسلحة. انا حاول اجيب 10,000 عشان اطور اسلحتي ما فيها رصاص. انا طورت كل السلاحين. طلع لي بوترز ريغن اكس 2 ريغن. طورت ريتش 115 اسكليتر خطير صراحة. يعني بالله اللي يلقى دريشة يا شباب يخليها بالله. تعال عندي دراع. لا والله ما عندي دراع شباب. اوه اتس ذا لايتر يا ترى الحين ابتديت كراش تسديد وفي ترفيع عندها الكراش خطير. اوه زي ذا بيت هولو ولا انت فولف على كم 8 دولار ولا 9 5 كراش شريتها انا ب 5 دولار اتوقع. تمدحني اني اشتري كل الاجزاء حقك. The doctor is not pleased. انا بشوفه بشوف انا بشوف كله حتى لو نزلت الكومنتري بشوفه. How I will hear the anguish cries. وش الحين هو سباقات ولا لا حركة توقف مراحل. ابدا من البداية. تمبو عندك طلع العاب غريبة عشان تطلع رجع العاب الغريبة مو متقد تطلع لي كومنتري على بلاك اوبس السبايك لولا. طلع لمبو طلع على كراش على باتل فيت على كرايسس على كيل زون على فيفا 2011 على لينوار مدري لينوير. بلاك اوبس لا بلاك اوبس بعد بالذات يا فكين بعدين لو صار حقك عاد السبسكرايب ابشر ولا يهمك من عيوني والله. يا ايجل يا ايجل ولا ما ادري عنه ترى بعد شوي نبي نلعب ديموليشن. اوكي 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 حلو اوكي ها خلاص نذبحها ولا لا؟ دكتور شار كنت تلعب معنا لو خلصنا من الزومبي؟ هي عادي ما في مشكلة نلعب. اوكي نو بروبلم. معك طيب ناس واحد اثنين ثلاثة اربعة ناقصنا اثنين تقدر تجيب اثنين يا دكتور شارك؟ لحظة اشوف كان في زاحف واحد طيب خلي وانت عندك ربن يا ايجل؟ لا والله مدري كيف وجهه بس؟ ايه يعني ام خيط رايح امي اقتله يعني امي معدوم. لا لا تكتب لا تكتب كنت شارك يا دينار الصراحة نقتل. اقتل عشان انا بطور. طيب اصبر 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 اقتل ايه تكفي أبطور سلاحين. تبي أضبط وضعك دقيقة غير أمه لا. خلصت يا شباب اقتلوه يا شيخ. بقتل بقتل أنا خلاص. أعطى سكينة ها. مبهد. لا 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 أعطى سكينة يمكن يعطونا هذا ماكسيم. يلا يلا يلا. يلا تطوير تطوير يا شباب بالله تعال. يلا يلا تعال يا كيلر تعال وين كيلر تعال تعال تطوير. يلا.